حضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. يعني النهاردة هنتكلم عن موضوع بنعتقد كده أحيانا أنه هو بديهي، وإن من المفترض أن كلنا ماشيين على خطى ثابتة واحدة فيه، لكن هو الحقيقة أحيانا بيتنسي، وهو فرض على كل الأبناء، وهو طبعا بر الوالدين. أي حد بيكون ناجح أموره متيسرة في الدنيا بنقول له أكيد أمك وأبوك راضين عنك، والعكس برضو صحيح. لما بنلاقي حد كده الدنيا ملخبطة ومعصلجة معاه بنقول له لا اجري جري وارضي أبوك وأمك. وبالرغم من أن بر الوالدين زي ما بقول لحضراتكم كده هو مفتاح النجاح في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن في أبناء كتير بتعوق أبوها وأمها وما بتقدرش أنها تحرص على قيمتهم، ويعني ما بتقدرش كده بالبلد قيمتهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. يعني تخيلوا كده ربنا قرن بر الوالدين بعبادته هو سبحانه من فوق 7 سماوات، وقرن عقوقهم كمان بالشرك به سبحانه وتعالى. ايه رأيكم نعرف النهاردة الفرق ما بين بر الآباء وبر الأبناء، وإيه عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا وفي الآخرة؟ بالرغم أنكم تعتبروا أن الموضوع ده بديهي، إلا أن السوشيال ميديا كشفت المستور، وبقت تبين لنا قد إيه أن في بالفعل عقوق للوالدين، وإزاي ممكن عقوق الوالدين يؤثر على استقرار المجتمع. ضيفتنا النهاردة اللي منورانا هي دكتور راوية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف. برحب بحضرتك معانا. وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني أعذريني، الموضوع بديهي طبعا، والموضوع مش مستاهل إن احنا نثبته بوقائع وحقائق، لأن ربنا سبحانه وتعالى مبينه في كتابه الكريم، وكمان حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن مهم قوي ان احنا النهاردة نبين الموضوع ده، وخصوصا ان احنا السوشيال ميديا زي ما قلنا كده بدأت تبين اللي بنشوفه، حد مصوره فيديو هو بيضرب أمه، اللي بنشوفه ان هو رمى أبوه في الشارع. يعني حضرتك لما بتشوفي المشاهد دي بتفكري في ايه؟